بتعمل ايه هنا؟ جاي اشوف الزريبه اللي بتسموها شركه. جاي لم وراك يا بدوي بيه، جاي اتابع ممتلكاتي. يا بدوي بيه حضرته خاصم لي 3 شهور ولسه هخصم. خلاص ولسه هخصم. خلاص يلا يا جلال، يلا من هنا فكك من اللي بتعمله. يا بدوي طلقه لما بتطلع ما بترجعش تاني، وانا كلمتي لما بتطلع ما بترجعش. خلاص يا جماعه، الشريك الجديد في الشركه، وانتوا عارفين بقى الغربال الجديد له شده، شد من هنا بقى. انا مش غربال، انا صاحب مال. انت مش خلاص فرست؟ رايح في بيتك وفلوسك هتوصل لك كل اول شهر في حسابك في البنك. بريال انا؟ شايفني برياله؟ طبعا. عايز تقعدني في البيت عشان يخلالك الجو هنا وتكوش على كل حاجه. انسى. الخزنه فين؟ لا يا بدوي ليه؟ احنا مش عايزين نشتغل مع الراجل ده ومش عارفين اصلا. يا مش اشلوه! انت تاني برضه؟ انا بايدك بالجزمه اجي بره. انا بقول لك تاني بنفسك ولا بره؟ طب تعالى يا بدوي. ايه يا حبيبتي؟ حبيبتي ايه بس؟ انت مش فاهمني، انا كل ما بجيب له سيرتك بيبص لي من فوق لتحت ويمشي ويسيبني. يعني ايه يعني؟ الموضوع باظ؟ لا هو كرهك لدرجه ان انا اضطريت اقول ان احنا اصحاب وان انا نسيت الموضوع. موضوع ايه اللي نسيتيه يا سلمى؟ احنا هنهزر. حبيبتي حاولي تتكلمي معايا، اقنعيه. اقنعه ازاي يا جنجل؟ ما هو النهارده عيد ميلاده وباين انا بجهز شويه ونازله. والله النهارده عيد ميلاد، كل سنه وانت طيب يا ستي. كام سنه كده؟ 65 ان شاء الله. التورته جت يا ست هاني. جبت الشمعه يا ام هشام؟ لا لسه. طبعتي حد يجيبهم لنا. حاضر. سلمى انت قلتي شمعة؟ قلت شمعة. هو انت بتحط لابوكي في التورتة شمعة واحدة بس؟ يعني راجل عنده 65 سنة هنحط له كام شمعة؟ سلمى هو ابوكي بيشتكي من اي امراض؟ ايوه يعني حاجات السن الطبيعية، بس يعني بتعالج منها. مين الأسئلة الغريبة دي؟ لا لا ما تشغليش دماغك. بقول لك ايه؟ طالما النهاردة عيد ميلاد بابا، انا لازم اعيد عليه واطفي الشمعة الأخيرة مع الشمعة معاه. لا طبعا، تيجي فين؟ بعد كل انا بقولهولك ده مستحيل اصلا، هتبوظ لي عيد ميلاده. لا طبعا. اسمعي بس اللي بقول لك عليه، ما ينفعش اعيد عليه وبالمره اقنعه، اتكلم معاه. يلا يلا بس عشان ما تعطلنيش بقى. يلا سلام سلام يا جلجل. يا ابن محاسن تضربني انا؟ انا طول النهار مش مصدق، وبالليل صدقت. امسكوه. وراح فين؟ وراحوا فين؟